مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة. أول شيء هناك زخات رعدية متوقعة على العاصمة الرياض، أيضا هناك زخات رعدية على المناطق الشمالية الشرقية أو شمال الشرقية، وأيضا زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، لأنه تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي هناك زخات متفرقة من المطر مختلفة الشدة حسب الزمان والمكان. أما الخرائط الجوية التي تمثل أماكن الهطول، فنلاحظ وجود هناك هطول في المناطق الشمالية في حول منطقة رفحاء وسكاكا وشمال حفر الباطن، أيضا في منطقة بريدة ومنطقة المدينة المنورة وبالقرب وفي مكة المكرمة أيضا وأيضا الطائف، وتقترب أيضا من البريدة ومن الرياض يوم الأحد ليلا ويوم الاثنين إن شاء الله، وبالتالي هناك فرصة لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر في أماكن مختلفة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض: أجواء غائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، الصغرى 25 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: يوم الاثنين أجواء مغبرة تقريبا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 32، لكن أثناء الليل بتكون الأجواء غائمة جزئيا ومغبرة واحتمال سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، الصغرى 24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء والأربعاء استقرار على الأجواء، ثلاثاء أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب، أجواء حارة نسبيا في النهار لكنها معتدلة إلى حارة نسبيا في الليل، العظمى 35 والصغرى 25، الأربعاء أجواء مشمسة في الرياض وحارة نسبيا، العظمى 36 لكن الأجواء معتدلة بالليل والصغرى 25 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في أماكن مختلفة: سكاكا، المنطقة سكاكا وعرعر أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، العظمى في سكاكا 30 والصغرى 19، عرعر 27-19، تبوك أجواء مشمسة وحارة نسبيا في النهار لكنها معتدلة إلى لطيفة ليلا، 30-19 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة: المدينة المنورة 35-23، جدة 35-28، مكة المكرمة احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 40-26، وكذلك الطائف أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية: أجواء غائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة زخات رعدية من المطر، الباحة 22-15، أبها 24-15، وجازان أجواء حارة 34-28 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة: حفر الباطن أجواء غائمة جزئيا حارة نسبيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، العظمى 33 والصغرى 23، الدمام 32-25، الإحساء أجواء غائمة جزئيا وحارة، والعظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية. منطقة الرياض والمناطق الوسطى: أجواء حارة ونسبيا وأيضا مغبرة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في حائل، العظمى 27 والصغرى 18، بريدة 31-23، والرياض 32-24 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم، ولكم تحية مني ومن طقس العرب.